قصتنا طويلة، التدافع بيننا وبين هؤلاء على مدى الزمن. الله في كتابه الكريم أكد بأن عداوتنا معهم دائمة، ولذلك هذا اللي يقول حوار ما حوار قص لسانه. بالي أن أزور الفاتيكان، وزرت وقابلت البابا وأشكره قابلني مقابلة لن أنساها. طرحت عليه هذه الفكرة، وهي الاتجاه للرب عز وجل، الاتجاه للرب عز وجل بما أمر به في الأديان السماوية، التوراة والإنجيل والقرآن. نطلب من الرب عز وجل أن يوفقنا جميعا جميع هذه الأديان للكلمة اللي أمر الرب عز وجل بفعلها للبشرية، وإن شاء الله في أقرب وقت ممكن، وإذا اجتمعنا واتفقنا إن شاء الله على كل خير جميع الأديان، حتى اللي يؤمنون بالإبراهيمية أو أتمنى لهم، لكن هذول الثلاث هم اللي عليهم والله، توراة إنجيل قرآن، والباقيين إن شاء الله كلهم فيهم خير لإنسانيتهم، فيهم خير لأخلاقهم، فيهم خير لبلدانهم، فيهم خير لجمع الأسرة. أي حوار؟ أي رقي؟ ماكو حوار. الله سبحانه وتعالى أكد بأن عداوتنا لليهود عداوة دائمة، ويأتي واحد يقول أخواننا ما أخوة العهد، هذا يناقض صريح القرآن الكريم، والذي يناقض صريح القرآن هو كافر. تكفير؟ نعم تكفير. أنت من أي؟ نعم أنا أؤيد التكفير، لأن هاي مو طريقة. تقودون غصب عنا إلى مؤتمرات نتحاور مع واحد يهودي مني وواحد نصراني مني، وقال القرآن؟ لا والله ما قال، ونقعد نتلعثم في أقواننا. لا قال إنما المشركون نجس، وقال إنهم كافرون، وأكد على ذلك. ولذلك إحنا ما ينبغي أبدا أن نتلعثم في الدفاع عن صريح القرآن أبدا. ديمقراطية ما ديمقراطية، حرية رأي هذا كوم، وصريح القرآن كوم ثاني. عندما يصل الأمر إلى القرآن وإلى رسول الله فكفى، وقف حدك، كل شيء قطة بحر، شهاداتنا خبراتنا إلى آخره إلى آخره. عندما يصل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إحنا قسلنا إيدنا من هذه الأنظمة، بالسفنيك، بالديتول، بكل الأدوية والمطهرات، أعوذ بالله من هذه الأنظمة. أنا أتكلم معاكم يا شباب، مع الحركات الشعبية، أتكلم مع حماس، أتكلم مع الجهاد، أتكلم مع الجبهة الشعبية، أتكلم مع الجبهة الديمقراطية، أتكلم مع أخواننا الأحرار في مصر. مصر كانت قلعة العروبة، والشام قلعة العروبة، دول مركزية لها ما لها من شهرة، ومن هؤلاء احنا نتوجه لهم إلى هذه الشعوب، وشلون ان احنا ننتهز هذه الفرصة لكي نتوحد، نلتقي، نضم بعضنا إلى بعض، ونبرأ من الولاءات، لأن هذه الولاءات هي التي تفرقنا.
الولاءات لفلان والولاء لعلان والولاء للملك الفلاني والأمير الفلاني والرئيس الفلاني والقطب الفلاني. لا, 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 لا. أنا أنصح أي واحد فيكم يجاهر بالولاء لهذه القيادات أن يخرج من هذه القاعة ويتوضأ ويتوب إلى الله، لأن هذا شرك، هذا شرك والله، شرك يا جماعة، ويقود إلى شرك. حقيقة التوحيد هو الولاء والبراء، صح ولا لا؟ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من جميع القيادات والزعامات والتي تختلف مع نهج الله، نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرير كامل. احنا اعلامنا كله يعني يخضع لإرادة أنظمة فاسدة، إعلامنا العربي يخضع لأنظمة فاسدة، أنظمة مترهلة، أنظمة تابعة، أنظمة يعني تضاجع الشيطان منذ 60 سنة، فهمت كيف؟ وتعيش مع الشيطان في فراش واحد يعني، فهمت كيف؟ ولذلك ما ينبغي أبدا أن نحن نعول عليها إطلاقا. الشباب اليوم لازم يلغون شيء اسمه نظام رسمي ويشتغلون في تكوين حركات واتجاهات للإصلاح والتغيير والتطهير. يقول جوردن توماس، صهيوني أمريكي، عنده كتاب اسمه جيديونز سبايز، جواسيس جدعون، يقول معركتنا مع العرب، أنا نفسي ما أعرف شلون أحلل كيف انتصرنا عليهم. هو نفسه جوردن توماس يقول هذا الكتاب، أرخ فيه للموساد متى نشأت وكيف تطورت وما هي فعاليتها في العالم العربي وفي التعامل مع الشعب الفلسطيني. جوردن توماس يقول احنا انتصرنا على العرب ليس بقوتنا بل بالثغرات الموجودة في الصف العربي. يقول جوردن توماس ان ليس هناك خط فاصل بين الموساد الإسرائيلي وبين المخابرات العربية، ماكو خط فاصل. يقول أصبحت هناك دورات للتدريب، يعني المخابرات العربية ترسل ناس للموساد حتى يدربهم الموساد. هذا جوردن توماس، واحد صهيوني. يعني هناك نظام أمني واحد بين هذه الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. تخيل إذا كان النظام الأمني هو واحد، يعني ما بقى إلا سلم الرواتب والشغلات هذه، فهمت كيف؟ إنما المعلومات والتعليمات والتطويرات والقيادات والمناهج والأهداف وحدة. حتى أنه يقول أن إذا أراد ملك أو أمير أو رئيس جمهورية عربي أن يزور من عاصمته إلى عاصمة عربية أخرى، يعني تعطى إفادة للموساد حتى يقترح الموساد اقتراحاته على هذا الوفد، من يتكون ممن وماذا يطرح وماذا لا يطرح. كلام خطير جدا يعني. فهذا التخادم وهذا التداخل بين النظام الرسمي العربي والصهاينة قديم. اقرأوا إن شئتم كتاب أفي شليم، صدر منذ أشهر، عن ملك عربي
وكيف تكونت العلاقة مع الموساد، وكيف أصبح هذا يذهب للاستشفاء في لندن والكشف في لندن في هارلي ستريت على قلبه وصدره، وإذا به يأخذ السيارة إلى سين جونز وود ويلتقي بالموساد وممثل الموساد ويعطيهم فرشة للأوضاع العربية الرسمية. قصة صعبة جدا. فهذا التخادم ينبغي أن يصحينا إحنا، يصحينا تماما، لئلا نعول على هذه الأنظمة شيء إطلاقا. ويجب أن نتعامل مع هذه الأنظمة بسوء ظن وليس بحسن ظن. وأنا أقول حتى لو وجدنا هؤلاء الرؤساء في مؤتمر القمم يتعلقون بأستار الكعبة أن لا نصدقهم. نحن بحاجة إلى إعادة صياغة لعقلياتنا، ونلغي العقلية العشائرية والبسيطة والساذجة. ينبغي أن نصحو شوية، وإذا لم تصحينا دماء الشهداء في غزة وغير غزة فلن نصحو أبدا. وسوف يصل الصهيوني إلينا هنا في الخليج إذا لم نبدأ بإعادة صياغة أنفسنا وعقلياتنا وولاءاتنا، لأن تحول الشعوب إلى غنم هذه مشكلة ينبغي أن نضع عليها علامة استفهام. إلى متى تتحول الدول العربية إلى جواخير يا خور غنم؟